يقول استمتعت بزوجتي وهي محرمة بالعمرة وذلك فيما دون الفرج ثم أنزلت، ما الحكم وهل علي كفارة وما هي؟ نعم عليك فدية، أنت أخطأت لأنك فعلت محظورا من محظورات الإحرام، لكنه لا يفسد العمرة لأنه ليس جماعا وإنما هو شهوة غير الجماع، يكون عليك فدية، تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء ولا تعود لمثل هذا. نعم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، وأتم الحج والعمرة لله، لا يجوز لك أنك تتمتع بزوجتك وأنت محرم.